جامعة في العراق برضه عايزين نعملها اونلاين في كاربلا، حد منهم يكلمني. يعني لسه بنصف الموضوع، يعني كخارج مواصلة في مصر تقريبا منصورة شهر 2، وفي حد بيحطها في جامعة فرانس كويس. يعني طبعا الطلبة اللي بتحاول ان هي تظبطها مع القسم، والقسم بقى بيدي تسهيلات او لا او ممكن ذلك. هو الصراحة مشكور حضرتك، يعني تشكر جدا عليه، يعني حتى حضرتك متكفل بمصاريف الانتقال ومتكفل بالحاجات ديت، فيعني حاجة يعني نحب نشكر حضرتك عليها يعني، وربنا يجعلك في ميزان حسناتك. يعني احنا حضرتك كنا الاول أنا كنا متابع الاول متابع بنفترض كنا بنطلب من الجامعه بصراحه ان هي تشاركنا، بس يعني مرينا التجربه مع جامعه اسيوط وهنا قررنا، يعني انا قررت ان احنا نعملها من غير ما الجامعه تتحمل حاجه، انا هتحمل كل التكاليف ان شاء الله. من 2020 واحنا طالعين تاني هيكلمنا، اللي هيقدر ان هو يشارك يشارك، مش هيقدر احنا نتحمل التكاليف، بس عشان نقدر نوصل بشكل افضل لعدد اكبر من الطلبه. يعني يعني صراحة هي تجربة رائدة، ونتمنى إنها تنتشر وناس كتيرة تحذو المنوال دوت. وحضرتك كنت بتتكلم على إن حلم إن يبقى فيه زي جايزة كده للناس المبدعة. احنا كده بنتكلم في الاسرار. والله هي يعني هي نية لله، يعني انا ناوي يعني من واقع تجربتي، انا خريج جامعة القاهرة زي ما قلت لحضرتك، وجامعة القاهرة شوية مدرسة كلاسيكية، فالمدرسة الكلاسيكية ما بتفتحش الزاوية انك تشتغل بره الحاجات الكلاسيكية. تمام. فكان الاول يعني رافضين تماما الترند بتاع زها حديد، ان احنا نستخدم الكورس، مع ان انا كنت استخدمته في مشروع لزها حديد، فكان المفروض ان هم يجيبوا يعني زها حديد، يعني المفروض احدى اعلام العمارة في العالم. المهم ما زلنا مجهود كبير طبعا، استاذي الدكتور الدكتور شريف مراد ماديا، او سيرفايف انا وزملائي اللي شغالين معاه، او ريسيرش تيم وهكذا. يعني فكانت الفكره ان احنا والله ان شاء الله في احدى المؤتمرات، وفي مؤتمر هيحصل في جامعه حكوميه قريب، احنا لسه بنشوف الموقف، هل هتبقى فلوس متوفره ولا لا؟ لو مش السنه دي هيكون السنه الجايه ان شاء الله. خلاص يعني ده كلام اكيد. دي هتكون في الاول $1000، يعني هنعمل الناس هتقدم الابحاث بتاعتها، واحسن بحث اكسبيرمنتال ريسيرش مش ثيوريتيكال، خلاص مصر اكتفت ثيوريتيكال ريسيرش بالمعاكسي، الناس اللي بتحاول تعمل اكسبيرمنتال ريسيرش على قد ما وصلت، الدكاتره هتقيم، واحسن واحد هياخد $1000 لاول مره، لو في فلوس اكتر هيبقوا 2000 3 وات ايفر، بس في الوقت الحالي يعني انا متكفل باول $1000 بصراحه. ان شاء الله ربنا يسهل بقى بعد كده ان شاء الله. ان شاء الله دكتور. طيب كنت ان عايز شاء اسال الله حضرتك موضوع رساله الماجستير بتاعت حضرتك كان عن ايه؟ هي كانت عن الفابريكيشن، ويمكن كانت مينلي، لو انا يعني ايه كلمه فابريكيشن اصلا؟ مش ايوه ممكن حد بيسمعنا ما يعرفش يعني ايه فابريكيشن. ايوه الهدف الرئيسي ان يعني لو اي يعني زمان كانت العماره ان احنا بنعمل التصميم بتاعنا، وكان عاده احنا بنعمل بنرسم، لو انا طالب لو خلصت دور الطالب فانا برسم اللي هعرف، او ديزاين اللي انا هعرف ارسمه عشان لما الدكتور يجي يسالني ده هيتنفذ ازاي اعرف ارد عليه. فكنا عاده بنعمل حيطان عاديه، فكانت الفكره او التشالنج من زمان اللي انا بدات تنمو معايا في دماغي، طب افرض ان انا عايز ارسم حاجه مختلفه، فالدكتور هيسالني بتتنفذ ازاي، فبدات تطلع عندي فكره ان انا عايز اشتغل على فكره هتتنفذ ازاي او هتترسم ازاي، بحيث ان انا اعلي البوسيبيليتي او البوسيبل سوليوشنز اللي ممكن المعماري ياخدها وهو بيحط الديزاين بتاعه. ففكره رساله الماجستير كانت قايمه على ان انا ازاي اماكسمايز فكره الداتا اكستراكشن، ازاي ان انا ازود الاوبشنز ان انا اقدر اصنع المستطاعات. وبدات ادرس الفكره بتاعت الفابريكيشن نفسها، فلما اجي اتكلم على الفابريكيشن بروسيس فلاقي ان انا عندي طبعا عندي المكن بتاعي اللي انا هعمل بيه الفابريكيشن، عندي الماتيريال اللي انا هستخدمها، وعندي البروبوز ديزاين بتاعي. فانا عندي الماتيريال، عندي المكن، عندي الديزاين بتاعي، الفاكتورز بتاعتي الرئيسيه تقريبا انا استخدمها.
فبناء عليها انا بقدر ابروبوز طريقه الداتا اكستراكشن. فاشتغلت على قلت يعني معظم التصميمات، سواء ان انا هعمل سطح معدني او هعمل سطح ترانسكيبن او هعمل حاجه بعملها 3 دي برينتنج او هعمل حاجه بتقطع خشب ستاكينج، ودول الاربعه اوبشنز في الفابريكيشن اللي احنا اعتدنا نشوفه يعني في معظم الحاجات البسيطه برضه، او يعني مش اللي هي هاي كوميونيكيت برضه لان احنا لسه بنحاول. فعملت اربعه بلجنز على الجراسوفر. البلجنز دول انت بتديهم البروبوز او الديزاين سيرفيس بتاعك وهم بيطلعوا الداتا اكستراكشن. طب تعالى نتكلم عليهم سريعا. لو انا اتكلمت على الترانسبيرنت سيرفيسز، فاحنا عملنا ديزاين، كان معايا طبعا زملاء شغالين في الريسيرش، ده معظم الحاجات دي كانت تحت كتاب الدكتور شريف مراد عند الاجر وكان معايا زملاء بقى بيختلفوا في بعض المشاريع عن بعضهم، وفي حاجات عملتها لوحدي، البلجنز انا عملتها لوحدي، لكن الماشينز نفسها احنا عملنا مكن، والمكن ده نعمل عليه اكسبيرمنت بالماتيريالز، ده كان معايا الزملاء في الريسيرش ده، لكن البلجنز كنت انا لوحدي معايا طبعا دكتور شريف مراد. فعملنا الاول في حاله الترانسبيرنت ماتيريال، اضطرنا ان هي اكريليك، فضلنا نصنع مكنه صغيره. المكنه دي بتقدر ان هي تطلع سيرفس 3 دي. فلو افترضنا ان عندي حيطه كبيره دبل كيرفد، اقطعها حتت، ابدا اخد الحتت دي ازينت واصنعها. فبدانا نستخدم المكنه يعني كده بنز. المهم افترضنا الاكريليك بناء على شكل الماتيريال ونوعها ونوع المكنه اللي احنا صنعناها كانسانيه، بدات ان انا بروبوز طريقه الداتا اكستراكشن. طبعا ده البروتوتايب بتاع المكنه ده احنا بناء على بروتوتايبس موجوده بره، اللي هي فاكيوم فورمينج ماشينز، ويمكن دي بتستخدم في العربيات، في بعض الحتت في العربيات لان ليها حاجات الفايبر لان ليها سكشن بتاع حاجات كتيره بقى من البلاستيك زي ممكن بانيوهات اطباء وحاجات كتيره من الابلكيشنز اللي هي برودكت ديزاين. فكان بنحط شيت الاكريليك في الفرن يطلع شويه الاستيك يروح على المكنه باك كونسبشن، نشفط الهواء بعد ما نبقى مدينه كوردنتس، فيطلع شيت الاكريليك واخد كوردنتس واخد ديفورميشن حته كتيره جنب بعض لما يتركبوا يديني دبل كيرف سيرفس كبير يعني. ده كان حاله الاكريليك. في حاله الميثل برضه ده البلوجن الثاني، كان لو انا اصنع سطح ثنائي للبناء دبل كيرف سيرفس من الميثل، فالدبل كيرف سيرفس من الميثل ده كان المفروض ان هو بيتحول لمثلثات متشنبه وهيجي ويتطبق من الجوانب بتاعتها ويتركبهم مع بعض ويديني سطح كبير. والبلجن الثالث كان عن 3D printing، والرابع كان عن السكشن. ويمكن لو الناس دخلت عندي على اللينكدين بروفايل بتاعي هتلاقي امثله للاوت برودكت اللي طلع من خلال البلجنز دي، اعتقد حضرتك اتحط في البوست بتاع الميتنج بتاعنا دلوقتي. وعلى التوبيك بتاع الماجستير ده، يمكن انا كنت اشتغلت الفتره في مشروع كبير، يعني انا زي ما قلت لحضرتك انا سينيور ديزاين في اي سي سي يا جماعه المنصور الشريف، فكان يعني من قصد اصلي ان انا شاركت او انا اللي صممت الاوبرا اللي هي بتتبنى في العاصمه الاداريه دلوقتي المين بيلدينج نفسه، كنت انا صاحب الفكره الرئيسيه اللي هي الكونسبت ديزاين بتاعها. فهو طلع عليه فرنش كلاسيك بصرف النظر في يعني بتاعتنا من جوه، خلينا جوه في كونسبت هول معموله دبل كيرف خشب، من دبل كيرف خشب كلها مسيب وود والاعداد حاجه انسباير من الديزاينز بتاعت زها حديد. كان طبعا ده بناء على طلب الكلاينت ان هو يبقى عايز حاجه مودرن جدا في الكونسبت هول، وكان شغال معانا فيها تي بي سي اللي هو ثيتر بروجكتس مش عارف ايه كده، مكتب في انجلترا كبير قوي بتاع اكوستكس، وراسهم كان قوي اللي بينفذ القاعه دي ما عرفش يعملها، فجاب شركه اسمها بيرفكشن. بيرفكشن دي كانت بتعمل السقف المموج بتاع مول مصر ما عرفتش تعملها، فكلموا العبد الفقير لله عشان يعمل لهم الداتا اكستراكشن والبريبريشن بتاع الفابريكيشن عشان يصنعوا الصاله دي يعني. اشتغلنا عليه فتره كبيره طبعا، بس في الاخر الكلاينت طلب كونسلتنت اجنبي فاحنا طلعنا منه، بس احنا كنا شغالين فابريكيشن عليه. وكنت زمان بقى اشتغلت على حاجات تانية ليها علاقة بالمجوهرات، يعني كنت شاركت بقى في كذا حاجة ليها علاقة بالعربيات ومش عارف ايه. دلوقتي حالا انا من ضمن التيم بتاع الاي يو سي اللي بيعمل العربية الصغيرة اللي بيخشوا بيها المسابقة بتاعت فيراري، انا من ضمن التيم. طبعا ستودنت اكتيفيتي، بس طبعا ليا الشرف ان انا اكون معاهم، ان انا من ضمن الفريق اللي هيديزاين البادي بتاع العربية نفسه ويشتغل عليه فابريكيشن، يخش بيها مسابقات كتيرة بالعربيات ومن ضمنهم فيراري في التارجت الكبير. دلوقتي حالي بقى في الدكتوراه اكستنشن لواحد من الابحاث دي،
دي علاقه بالتري دي برينتنج للمباني، بس بالتالي ازاي بقى ان انا اقدر اعلي البوتنشال او اكسيد الليمتس بتاعه الماتيريال اللي هي التري ناتشر الماتيريال او سستينبل ستراكشر من خلال استخدام الروبوتس والتري دي برينتنج والادجستبل مودز وهكذا. يعني ده كارنت ما شاء الله ما شاء الله. انا رجال لا لا والله الكلام في الصميم يعني الله كلام بالظبط. طب يعني حضرتك اشتغلت مع زوفا حديد كان انهي مشروع دوت؟ زوفا حديد حضرتك اشتغلت معاه في انهي مشروع؟ مع زوفا حديد؟ اه انا اشتغلت هي مش زوفا حديد شخصيا للامانه العلميه. هي بعتت المشروع بتاعها الاي سي جي اللي هي جامعه المنصور الشريف، وده كان الكونسلتنت المصري، وانا كنت في اي سي جي وقتها بعمل انترنشيب. تمام. فهم كانوا وقتها بيعلموا حد فعلموا حد وعلموني انا كمان، وكان وقتها في ربنا يديله الصحه وطول العمر المهندس الدكتور عادل انور استاذنا كلنا ما شاء الله استشاري الوجهات، يعني انا من خلاله كنت في المشروع يعني ما شاء الله. بس طبعا تاخد دور صغير قوي، بس طبعا لينا الشرف. الله يكرمك الله ما شاء الله دكتور. طب بعد كده ايه الاتجاهات المعماريه اللي حضرتك شايف ان المعماري دلوقتي المفروض ان هو يهتم بيها ويتابعها؟ ايه الاتجاهات المعماريه اللي حضرتك شايف ان تنصحنا بيها؟ والله السؤال ده جميل، يعني بالنسبه للقاء الجميل بتاعنا ده مع بيم اريبيا. الله يكرمك. انا شايف ان هي حاجه جميله ومجله حلوه. الله يكرمك. حلوه جميله مليانه علم يعني. الله يكرمك. وانا الناس اعتدت ان انا كحسب لو الحاجه وحشه بقول وحشه. تمام. الله يكرمك جزاك الله. فطبعا حاجه مهمه قوي ان الناس تتعلم بان تول، وطبعا كلمه بان مش بس ريفت، كلمه بان هو علم كبير، فسواء كان هيبقى من خلال ريفت، من خلال اركيكاد، من خلال مايكرو ستيشن، من خلال راينو بان، من خلال اي سوفت وير، بس مهم الناس تتعلم بان. والرائع في الموضوع ان انا لو اشتغلت راينو وجراسوفر فانا هقدر اربط ببرامج كتيره شويه. راينو وجراسوفر حل مشكله كبيره قوي، يعني انا اصلا رحت اشتغلت في سي جي في 2016، كان في مشروع اتعمل بروبوزال ليه هيتبني في تجمع مول كبير قوي اسمه عين، فكان البروبوزال بتاعه حاجه دبل كيرف كبيره من الازاز وحاجات متل وهكذا، فاتعمل البروبوزال على 3 ماكس وراحت رندر، عجب الكلاينت قال لهم جميل، قال لهم يلا ننفذ، قوم ينفذوا. ليه عطله؟ لان يعني احنا اعتدنا في الماركت بتاعنا في الشرق الاوسط، اعتدنا ان الاركتكتشر عباره عن ان انا باخد واجهه، باخد توب فيو، باخد بلانات، باخد سكاشن واروح انفذ المبنى. فلما يبقى سطح المبنى دبل كيرف سيرفيس يعني زي الورقه كده، ملوش المسقط بتاعه يبقى فيك، ما يبقاش حقيقي، كاني عايز اصنع الموز ده مثلا، فما ينفعش ان انا اخد بلانات وسكاشن، لازم اخد 3 دي وابدا اروح اعمل له برينتنج او وات ايفر، ده على سكيل قطع صغيره، بس على سكيل مبنى في الحقيقه شويه الموضوع مشكلته كبيره في الاستراكشر وبقيه الاقسام. ازاي هشوف الراجل بتاع التكييف هيمشي بالظبط، الراجل بتاع الكهرباء، الراجل الانشائي هيعمل البيز بتاعته ازاي وهكذا. المهم يعني كان في تاسك كبير، وده السبب ان انا رحت اشتغلت في الشركه، ان احنا نعمل ديزاين ديفلوبمنت من الاول للكونسبت ده، بحيث انه يبقى انجينير على راينو، ولما نخلص الانجينير على راينو نودي ريفت، فبقيه الاقسام بقى تقدر ان هي تشتغل في المشروع ده ينفع يتنفذ، قبل كده ما كانش ينفع يتنفذ. ويعني يمكن برضو في مكتب في مصر اسمه اي كونستراكت، ده فرعه بتاع دبي، كان هو اللي عمل البافيليون الابيض الكبير اللي هو اول مبنى طلع في الشرق الاوسط. انا عملت له ورشه لسه خلصانه بقى لها كام شهر، ورشه عن الكومبيتيشنال ديزاين والديجيتال فابريكيشن، وازاي نقدر نربط راين وجراسوفر في تكلا، عشان الجماعه بتوع الستيل ستراكشرز يعرفوا يعملوا الشوب دروينج للديزاين بيلدنجز بتاعت الحاجات اللي هي بقى اللي بنقول عليها بالبلدي المطرقعه يعني. فلو احنا بنتكلم على الفيوتشر اوف اركتكشر، انا تخيله الشخصي يعني ان المفروض الناس تتعلم راين وتتعلم جراسوفر، عشان ده نقطه ربط كبيره لو هو معماري. طب لو هو مش معماري فهو محتاج يتعلم راين وجراسوفر برضه، عشان الانشائي بيشتغل تكرا يقدر يربط بالمباني اللي هي مش تقليديه من خلال الجراسوفر. في التكلا في بلجن على تكلا بيربط الجراسوفر مباشر ادابتيف، يعني انا لو حركت الخط في الراينو بيتغير في الجراسوفر فبيغير في التكلا، بيقدر ان هو يعمل عليه شوب دروينج لحاجه واقعيه.
وطبعا بقيه الاقسام بقى معماري تكييف كهرباء الحاجات دي كلها بتشتغل ريفت عادي جدا جميل. وعندنا ابطال في مصر كتير طبعا، حضرتك ومهندس الصحه لا لا واحد منهم، وفي مصطفى جبر صديقي العزيز طبعا شغال في سي دي ام في ماس في برلين، برضه من الابطال المصريين يعني عندنا في مصر كوادر. ويمكن الراينو والبروسمر بيدي بوتنشال كمان، ان الجماعه الانشائيين دايما بحاول اكلم الانشائيين، لان احنا عندنا نقص كبير قوي في الانشائيين اللي بيتكلموا اللغه بتاعتنا اللي انا بحاول اكلم بيها. الانشائيين على جراس اوفر في كرامبا بيعمل ستراكشرال سيميليشن، في اميبا بيعمل ستراكشرال سيميليشن، في كانجرو بيعمل فيزكس اناليسيز. فطبعا الابلكيشنز دي هتساعد الانشائيين ان هم يعملوا التصميمات بتاعتهم او يعملوا التصميمات الانشائيه على السيرف ستايل، يعني على حسب خبرتك البسيطه في الانشائي. فالانشاء بنرسم المومنت والشير دياجرام والحاجات دي بيعمل عليها الديزاين بتاعه. لو هو استخدم السوفت وير بتاعه اللي هي كرامبا كان اميبا وهكذا، هيقدر ان هو يدخل السيرفس بحالته ويعمل سيميليشن عليه ويحصل له فيزيكس سيميليشن. لو السيرفس هيقع هيقع، لو مادة هينهار هيشوفه قدامه بينهار ويبدا يعلي في الحاجات بتاعته يظبط السكاشن، فيبقى شايف ريل تايم سيميليشن، ويقدر انه يعمل ريل تايم ديزاين كمان للموديل بتاعه، فيقدر انه يعمل اناليسيس للموديل ويقدر انه يصنع حاجات مش تقليديه قوي. الحته دي عندنا في مصر ده السبب ان الفابريكيشن بتاع الاوبرا اتصدر للراجل في اسبانيا في الاخر، لان انا معماري وبتاع فابريكيشن جميل بس ما عنديش انشائي يقدر انه يكمل على الشغل بتاعنا. ده نقطه مهمه قوي يعني. وفي ويب سايت اسمه فوت تو رانك، ممكن بقى الناس تبدا تخش عليه وتشوف الدنيا فيها ايه تمام يا دكتور. يعني بلوجنج بس انا بتهيألي برضه انا معرفش الراينو ممكن تربطه بالريفت من خلال طبعا الراينو ممكن نربطه بالريفت طبعا طبعا من خلال داينامو مثلا والله يعني في بلوجنز كتيره. لو الناس فتحت الويب سايت اللي اسمه فود فور راينو وكتبت راينو تو ريفت هتلاقي كل البلوجنز، هتلاقي كل الطرق يعني. وانا كحسب من خلال المشروعين او الثلاثه اللي انا شغلتهم وكان لهم علاقه براينو تو ريفت، فكان المول اللي هو بيديني في التجمع ده في ريفت الجديد انت مش محتاج لوجن اصلا، انت ممكن تفتح امبورت في الريفت هتلاقي راينو اكستنشن تعمله امبورت هيدخل الراينو سيرف زي ما هو. في مشروع تاني عملنا في العاصمه الاداريه برضه استخدمنا الكونكت، لان في دبل بورد سيرفيس من الازاز وكان هيتصنع في امريكا ويروح الصين يركب على الشاسيهات ويجي مصر يتركب. فالديزاين بتاعه كان معمول على الراينو، ولما راحوا الريفت كانوا بيعملوا امبورت من الريفت دايركت. هو طبعا البلوجنز اللي بتدخل للريفت من خلال داينامو ميزتها ان هي بتعمل دايناميك لينك، لكن لو انا عملت من الريفت امبورت على طول فبيدخل ستاتيك على طول. بس في ميزه، ايه هي الميزه؟ ان انا بقدر ادخل الراينو سيرفيس بتاعي فيبقى عندي زي ما بنقول كده الساب ايدج، فالاقسام تقدر تشتغل سواء الاقسام بقى اللي هي انشائي وكهرباء وميكانيكا وتكييف وهكذا، الحاجات دي كلها تقدر تشتغل. وفي الاخر السيرفيس بتاعي اللي انا كنت مدخله في الريفت ده بيتصدر مباشر للراجل اللي هيفابريكيت الواجهه دي، فبتقدر انك تشتغل ان بارل يعني ما يبقاش المشروع عطلان، معاهم السلاب ايدج الاقسام شغاله في نفس الوقت، البرودكت بتاعي اقدر اوديه يتصنع. يعني انا متخيل الاركتكشر مع الوقت هتبقى كايند اوف برودكت ديزاين، كايند اوف برودكشن مش كونستراكشن يعني، ده تخيلي الشخصي. ما شاء الله دكتور. طب ايه المعماريين اللي حضرتك شايف ان هم مهمين دلوقتي وبيقدموا حاجه مختلفه؟ والله بسؤال كبير قوي يعني والله هقول لحضرتك، لو هنتكلم على المعماريين اللي بيعملوا حاجات جديده كان زمان اسميهم يعدها على الصوابع، بس دلوقتي بقوا كتير جدا يعني. نحاول ندي امثله بقى، هنقول امثله عشان بس ما حدش يبقى زعلان يعني، بس خلينا نعمل كاتيجوريز يعني. فكان الاول ككاتيجوري يعني في معماري كبير جدا اجنبي هو اللي عمل الديزاين يعني، خلينا نقول ان في ناس بتعمل الفيجن اوف اركتكشر من المعماريين، وفي معماريين بيقدروا ان هم يصنعوا الحاجات اوريدي في مباني اتصنعت. وفي معماريين بيبقى لهم دور كبير قوي في الديتيلنج بقى والحاجات دي يعني، خلينا نوضح
الناس بتوع الفيجن في معماري كبير اللي هو شارك في الفيلم بتاع بليد رانر مثلا، بليد رانر الاخير اللي لسه نازل 2019 لما اتذكر، ده اللي كان عامل الانتاير سين كله ده كان معماري. ده الراجل ده اسمه مشهور بس مش حاضر زين للاسف دلوقتي يعني. عندنا في مصر في دكتور طارق النجا برضه الناس اللي حاطه فيجن ويمكن يعني هو محتاج بس يعمل فيلم ولا اتنين زي الراجل الاجنبي ده يبقى احنا كده دخلنا التاريخ يعني. هو مصري دكتور طارق النجا معروف بس بتعمل الفيجن. شفت له كام محاضره كده في تيد كانت ممتازه. لا هو عنده فيجن رهيب بس هو محتاج بقى يدخلها في الافلام عشان يعني انا شايف طارق لو عمل يعني شارك في سين فيلم يبقى احنا كده كمصر دخلنا شاركنا في التاريخ شويه ان شاء الله طبعا يعني يوصل حاجه زي كده. هو راجل رائع يعني. لو بقى كمعماريين نفذت مباني فما فيش مصريين شويه عملوا ديزاين لمباني واتنفذت غير في مبنى دلوقتي حالا ما اقدرش اقول اسمه في مصنع حديد كبير هيتبني في مصر فمعمول معمول الديزاين بتاعه على راينو وجرافيبر وهم لسه في مرحله الداتا اكستراكشن والفابريكيشن وهم بصراحه في التفاوض معايا اعمل لهم الداتا اكستراكشن ولا يشتروا الدرايف اصلا. تمام ان شاء الله ده في الوقت الحالي بس هو ده هيتنفس في مصر نتمنى يعني هيبقى اول حاجه بقى تتعمل. هي الميزه ان هو المبنى الديزاين بتاعه كان بروبوز ان يبقى ميتال اكستيريور فساد وفي نفس الوقت هو مصنع حديد فهو مش شايل هم الماتيريالز ولا الفلوس احتماليه ان هو يتنفذ ان شاء الله تبقى كبيره. احنا دخلنا المحاولات دي كتير بس انا متفائل المره دي. لو على المستوى الدولي طبعا ففي ناس كتير طبعا مكتب زها حديد عمل حاجات كتيره وفي واحد عبقري يعني اسمه طبعا صعب عليا انطقه هو راجل في فيينا النساوي اسمه توتنج الالماني وانا مصري بس خلينا نحاول ننطقها بالبلدي يعني اسمه كوب هاملتون دي COOP هاملتون دي يعني الراجل ده راجل رهيب. كل المباني اللي عملها دبل كيرفت وكلها اتنفذت وكلها فيها متل وازاز ما بيفكرش غير بالاثنين دول. وفي مبنى من المباني انا حتى في المحاضره بتاعتي رحت اديتها كتير في ليرنينج كريت لاند تعليم للجميع اتكلمت عليها بتستخدم روبوت فهو بيستخدم روبوت في التصنيع والتركيب وكل حاجه فهو راجل صراحه بيستخدم تكنولوجي رهيبه يعني. ده في المستوى الثاني. المستوى الثالث المعماريين اللي بيشاركوا بقى في فكره الداتا نفسها وتظبيط المعلومات والحاجات دي فنورمان فوستر عنده ار ان دي تيم وده فيه طبعا مصريين نفتخر بيهم ما شاء الله خالد عشري وصديقي العزيز زميلي في الريسيرش وزميلي في اللاب وفي المكتب وكل حاجه طرابيشي شريف طرابيشي وفي عند زها حديد عندها زها كود فيها الهيد بتاعه طبعا تشرفت ان انا قابلته في فيجيتا فيتشرز 2019 وكان ده اسمه شاجاي بوشان راجل هندي بس عبقري يعني راح ودول معماريين بيشتغلوا في الخفاء يعني ما حدش يعرف عنهم حاجه بس لولاهم ما كانش المشروع اشتغل اصلا لان هم اللي بيعملوا النقله ما بين الديزاين وما بين التنفيذ يعني. ويمكن انا بحاول ان انا اكون من ضمن الناس اللي بتعرف الخفاء دول انا عاجبني فكره الخفاء دي صراحه يعني عشان احنا بنحب نكلم المكان يعني انا كحسب انا متعتي ان انا قاعد في اللاب جنب المكان انا يعني قضيت فتره كبيره مع دكتور شريش باوبريت اللاب بتاع الجامعه فعند يعني مثلا عندنا في الجامعه سي ان سي وفريزي برينترز وانفيرمنتال تشامبر عندنا ليزر كاترز وهكذا وطبعا انا الانفيرمنتال تشامبر ما لمستهاش لان دكتور خالد ترافي عنده رجاله بس كليزر كاترز 3 دي برينترز السي ان سي الحاجات دي كلها كنت انا اللي شغال عليها يعني الحمد لله باوبريت وهكذا وطبعا كان لي الشرف ان احنا عملنا حاجات كبيره قوي يعني عشرات يعني عشرات الكورس تفوق ال 50 60 موديل 100 موديل مثلا 3 برينتد موديل ستيك طابعينه وكنا طبعا فكره باودر كانت موجوده معايا زميلي العزيز شريف طرابيشي وطبعا عملنا بافيليونز خشب كتير يعني احنا عملنا في الجامعه الامريكيه برضه ممكن نبقى نشير مع حضرتك على المجله ممكن نبقى نعمل يا ريت المجله بقى لاحقا بعد ما نخلص لقاءنا ده نحط فيه الصور طبعا بعد اسم دكتور شريف هنتكلم في بيبر انا وهو نشرناها في الوقت الحالي في كادريا 2020 اللي هي بتعمل في تايلاند في شهر 4 هيجي الاكسبتنس ان شاء الله شهر 1 وانس انها جت
هنبدا نبعث بقى منها الصور والريفرنسز والنايس الدنيا والناس المقال في كل البافيلينز والريسيرشز والبلوجز وكل حاجه احنا عملناها بحيث ان الناس يعني انا بحب ان احنا نشير النولج عشان ويمكن دي من الحاجات الجميله اللي بتساعدنا فيها في ماليزيا ان المجتمع العربي يعلى شويه او يعني احنا طبعا كلنا لسه عايزين نعلى بس احنا بنحاول نعلي بعض بنشير النولج كلنا ننصت يعني ان شاء الله طبعا ان شاء الله دكتور ربنا يخليك. طيب حضرتك نكونكلود عشان ما انتوش نكونكلود تمام. احنا قلنا في ناس بتعمل الفيجن زي الراجل اللي عمل بليد رانر ودكتور طارق نجا، في ناس بتعمل الديزاين اللي بيتنفذ زي كوب هاملتون دي وناس بتوزع حديد بقى ونورما فوستر ومكاتب ثانيه كتيره زي ستيفن مون، وفي ناس المستوى الثالث اللي بيعملوا في الخفاء زي ترابيشي وخالد عشري وجاي وشان ونعتبر العبد الكريم لله. ربنا يكرمك يا الله يكرمك. طيب حضرتك قلت كلمه كده كذا مره اللي هي كونفشنال ديزاين، حضرتك قلت كلمه كونفشنال ديزاين؟ لا كونفشنال ديزاين. الكونفشنال ديزاين ايه هو بقى وايه المباني المعماريه اللي مثال ليه؟ يا نهار ابيض احنا اسئلتنا كلها كبيره كده مش حاجه صغيره. الله يكرمك. لا احنا محتاجين نعمل كتاب. طيب خلينا برضه نقول على قد ما نقدر برضه. زمان يعني طبعا الرد على السؤال ده كبير قوي يعني كبير جدا بس هنقول هنرتير رساله الماجستير بتاعتي. تمام. رساله الماجستير بتاعتي كان فيه جدول محترم كده انا عامله في الدياجرام، انا عامله برضه في الرساله هيجاوبوا يعني باستفاضه بسيطه عن الموضوع، خلينا نحاول نتكلم عنه. بمعنى كان زمان الديزاين ان انا بفكر في فكره للمبنى وابدا افكر والله انا عايز بقى الناس اللي تخش وتشوف ايه وتحس بايه وتنسباير بايه، فكان ممكن تلاقي مثلا زي ما تلاقي بقى الاجنبيه مبنى جاي من فكره طاقيه، مبنى جاي من فكره بطه، مبنى جاي من فكره قلم طياره علم، المهم ان في حاجه انا بيجيلي منها الفكره استوليها واروح ابني المبنى بتاعي واعمل الديزاين بتاعي. ده كان زمان لان شويه كان المعماريين فنانين، بعد كده الدنيا بدات تتطور بقت الفكره بتروح للحلول البيئيه والماتيريالز وهكذا، وطبعا عندنا عظماء كثيره زي حسن فتحي وغيره، وفي الوقت الحالي عندنا وائل المصري على ما اتذكر اسمه، راجل محترم جدا مهندس يعني شغال مكتبه في الاردن، برضه بيحاول ان هو يحل حلول بيئيه ويستبدل ماتيريالز ويندمج مع البيئه وهكذا يعني كل دي طرق معماريه. شويه الدنيا بدات تحاول تتطور لما المكان بدا يخش في العماره، يعني شويه بقى المعماري مش بس ان هو بيعرف الديزاين ايه، لا بقى المعماري شويه بيعرف الديزاين ايه وشويه يقدر يصنع ايه، فبقينا المعماري هو بيفكر في السيرف ازاي تصنع ازاي، بدا يتعلم عن المكان اكتر ويتعلم عن البرامج اللي بيتكلم بيها المكان ويصمم بيها، يعني شويه الموضوع بدا يكبر مؤقت، فلما بدا الموضوع يدخل فيه الخامات والمكن وشكل التصميم والتصميم اللي انا بروح اتكلم فيه البين تولز، لما الموضوع كبير قوي بدات تظهر كلمه الكونفشنال ديزاين. شويه بتظهر عندي مجموعه من الادوات المعماريه انا بستخدمها، ولما ببدا ان انا استخدم الادوات المعماريه دي كتير بيبدا اسمها ترند اوف اركتكتشر، وبعد كده بيبدا يظهر يبقى في اللي هم الناس بتاعت الثيريز تتكلم عنه وتكتب، فيبقى في ثيري جديده اوف اركتكتشر وستايل ترند، يعني طبعا ده مش بالترتيب قوي، هنتكلم كلام علمي قوي هنروح نبص على رساله، الناس طبعا عارف ان انا مش من الناس اللي بتحب الحاجات اللي هي انا اتكلم في المكان على طول. فالكومبيتيشنال ديزاين شويه مربوطه بتطور الادوات تطور المكن وعلاقتهم بالتصميم المعماري، فبدا يظهر يعني ده بنقول بارامتريك اركتكتشر ايفوليونري اركتكتشر ميتامورفيك اركتكتشر بلوك اركتكتشر، يعني بقى في اسامي كثيره وترندات، طبعا ما اقدرش اقول اسامي كثيره ولا ترندات ولا ستايلز لان هي لسه كلها زي موجه
من العمارة. فالموجة دي ليها تفرعات رهيبة، فكل من الناس التراسفيري لسه ما قسموهاش. كان في محاولة احنا بنعملها في عين شمس، انا شغال معهم بقالي 2 سنة ونص مع دكتور غادة فاروق، دكتور محمد الفيوني اللي هو وكيل الكلية، ودكتور غادة رئيس القسم في هندسة عين شمس. فكنا بنحاول نعمل للطلبة زي ان هم يعرفوا عن الستايلز او التوجهات المعمارية عشان يساعدهم في ان هم يحطوا المفردات بتاعتهم وهم بيعملوا الديزاينز يعني. فشوية الإجابة على السؤال ده لأنها كبيرة جدا يعني، أنا ممكن بقى عند حضرتك ليست فيها يمكن 30 ترند، خلينا نسميها ترند أوف أركتكتشر. فالترندات دي كتير قوي 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 يعني، ممكن حتى أقول لك منهم شوية دلوقتي. لحظة واحدة، أيوه. احنا لو اتكلمنا لدى في responsive وadaptive وkinetic sustainable tectonic immersion، وبعد كده في topological isomorphic anemic مش عارف ايه، كتير 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 26 بالظبط، 26 ترند مش هنقدر نقول عليه غير ترند يعني في الوقت الحالي. يعني انا حاولت اجاوب طبعا، بس السؤال بتاع حضرتك كبير جدا. لا طب السؤال الجاي ان شاء الله يعني يعني احنا ممكن نرجع لدكتور شيرين مراد، في يعني احسن حد في مصر يجاوب على سؤال زي ده، وطبعا هتبقى اضافه كبيره قوي للمجتمع المعماري لو تواصلت مع الدكتور شيرين مراد عبد القادر استاذي ودكتور. انا ممكن اكلمه لكم، يا ريت يكلمكم بقى عن البروفيشنال اركتكتشر ان شاء الله باذن الله. طب في سؤال، ايه هو التصميم البارامتري او البارامتريك، وايه المباني المعماريه برضو ليه؟ هو في نقطة أنا أحب هنا أتكلم فيها بصراحة، لأن أيوة. إحنا سألنا نفس السؤال بس بشكل تاني، يعني وجهة نظري هو نفس السؤال اللي بس بشكل تاني. هي الناس شوية كونفيوزد يعني كلمة بارامتر الديزاين دي، أي حد بتيجي في باله بيجي في باله شكل معين من العمارة. خلينا نقول إن كلمة بارامتر أركتكتشر دي كلمة كبيرة أوي، مش هي كل الحاجات دي، لأن هي بعد كده بدأت تتفسر بكلمة قديمة شوية. خلينا نقول ان ندي مثال بسيط يعني ايه بارامتريك اركتكتشر، ويمكن مثال بسيط ده اللي هيخلي الناس كلها احنا عندنا في الوطن العربي او في الشرق الاوسط كلمه بارامتريك دي مرتبطه بالاربن وبالانفيرومنتال بشكل اخص، مش عارف ليه بس احنا هنفترض على الانفيرومنتال. كلمه بارامتريك اركتكتشر في حاله الانفيرومنتال، اساتذتنا كانوا دايما والمعماريين الكبار بتوعنا القدام كانوا بيعملوا ايه؟ كانوا بيجي يعملوا التصميم المعماري للمكان وعايزين يراعوا البيئه معاهم في التصميم، الراحه الحراريه، راحه الاضاءه، قد ايه يبقى مريحني وانا شغال في المشروع بتاعي وهكذا. فكانوا مثلا يعملوا الفراغ والنصر الاوضه اللي انا قاعد فيها دلوقتي، فالاوضه ليها اربع حيطان وسقف وارض، والنصر ان انا لو هعمل فتحه هيخش منها الاضاءه او الحراره او ما الى ذلك، فهي الاربع حيطان. قال ان الفتحه بتاعتي دي حجمها قد ايه؟ عندي اكس وواي للفتحه، هي في انهي حيطه؟ فوق ولا تحت؟ بوش الحيطه من بره ووش الحيطه من جوه؟ هل الشباك نفسه تخانته شكلها ايه؟ هل الشباك ده عليه كسرات افقيه راسيه؟ طب هل الكسرات الافقيه دي هي كسره واحده ولا كسرات متعدده؟ طب الراسيه واحده ولا متعدده؟ طب هل هم بيتحركوا في راسي ولا ثابتين؟ طب هل هم بيتحركوا في افقي ولا ثابتين؟ طب هل الشباك ده بيفتح وبيقفل بشكل ما راكب عليه باتر؟ طب هل هو بيتحرك هناك هنا؟ طب هل اسئله كثيره؟ كل دي متغيرات. فكانوا طبعا اساتذتنا زمان بيصمم الفراغ ويطلعه من البرنامج يروح يدخله، كان في برامج زي ديزاين بلدر، كان كلام عن ديزاين بلدر يعني ده من اليات التصميم الجديد ايام زمان وما زال طبعا، بنودي الفراغ بتاعنا ونبدا نحسب عليه ونشوف النتائج، لينا اقتراحات ازاي نعلي الراحه الحراريه او راحه الاضاءه او 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 اروح ان انا ارسم تاني التعديلات على التصميم بتاعي وارجعه برنامج واقيس، وبعد كده ايه يديني اقتراحات اروح اعدل على التصميم بتاعي وادخله برنامج البي وهكذا لحد ما اوصل للحل الامثل على قد ما اقدر. هعمل 20 30 من احتمال من ان انا اروح اعمل الديزاين وادخله برنامج البي والحسابات البيئيه واقيس وهكذا لحد ما اوصل لاحسن احتمال من ضمن 20 30. ده كان زمان. ظهر بقى كلمه البارامتريك ديزاين، بدا يظهر معايا كلمه الاوبتمايزيشن، فقدرت ان انا دلوقتي اجي على برنامج زي البروتوكول بلجنز الكتيره بقى الاستاتيكيه دي، ان انا
هعمل الشراب بتاعي وكل المتغيرات المحتمله في اي حته في الحيطه في اي حته في الحصان بره ولا جوه الكاسيه الرئيسيه والسكيت وهكذا كل المتغيرات دي، ويبدا احط للبرنامج اللوجيك المنطق اللي بنقول عليه هيغير كل المتغيرات اللي بدرسها، هيعمل 20 30 مليون احتمال في ساعه ويديني الحل. بدات اقدر اقول ده الحل المثالي. فهنا شويه ده لما نيجي نقول كلمه بارامتر ديزاين، خلينا نقول ان هو يا اما ان انا بقدر اعمل ديزاين اوبتمايز اجيب بيه حل مثالي. زمان كنا بنجيب احسن حل في 30 حل، ده ما يعتبرش حل مثالي قوي، لكن لما اقول احسن حل في 30 مليون حل في ساعه ده حل مثالي تقريبا. ده في حاله التصميم. انا بقى شويه بارامتر الديزاين مش بس تصميم، ده تصميم وتنفيذ. ان انا لو عايز اعمل اصنع البتاع فانا اقدر ان انا اروح انشائيا نفس البتاع اللي انا عملته في البيت ده اقدر اروح اعمله على الانشائي، اختار القطاعات وشكل القطاعات وميول القطاعات والشير اللي جاي كده و و و يعني كل بقى البارامتر اللي عند الانشائيين بحيث ان انا اوبتمايز الحاله الانشائيه. عشان الفيديو في فيديو عظيم كان متشارك في فورم من الفورم الكبيره بتتكلم على الكومبيتيشن ديزاين قديم، برضه ممكن ابعت لحضرتك منه بعض البريس ليز، ببعت لك لينك الفيديو بتاعه وتحطه عندك في المجله. الفيديو ده كان بيتكلم على فكره الاستراكشرال اوبتمايزيشن واستخدموا فيه اميبا، واميبا ده عامله استاذنا دكتور اسمه ميكي اكسي من ار ام اي تي. ميكي اكسي ده في اميبا بتقدر يعني تعمل استراكشرال اوبتمايزيشن. يعني ايه استراكشرال اوبتمايزيشن؟ لو انا افترضت ان انا عندي البلاطه بتاعتي بتاعت السقف ده القطاع بتاعها مستطيل فالحمل عليها نازل من هنا مثلا، كل القطاع ده شغال الكلام ده مش حقيقي. هتلاقي في الاخر ان انا لو استبدلت القطاع ده ببعض البايتس في الاتجاهات المختلفه والجانب هتغني عن كل القطاع ده. يعني شويه هي طريقه ادفانسد لذكر الهولو بلوك، بس الهولو بلوك شويه مش ادفانسد قوي. التاني بيبقى فعلا هو في مجال الاحمال فقط موجوده السقف وبقيه الماتيريال بتتكنسل، فالموضوع لطيف جدا يعني. ما شاء الله. طب استنى حضرتك دكتور بس هقفل الزوم وابعت حضرتك الرابط التاني عشان هو تقريبا ليه وقت محدد. تمام ماشي يا دكتور. الف شكر يا دكتور، جزاك الله خير. الف شكر يا دكتور. السلام عليكم. كان في سؤال لحضرتك. لا الله يكرمك. الله يكرمك. ايه احسن مصادر ممكن المعماري يستوحي منه يستوحي منها افكاره؟ الشباب بيسالوا اسئله مخصصه لحضرتك. ايه الحاجات المصادر اللي ممكن المعماري يستوحي منها افكار بتاعته؟ معماري يستوحي منها افكار، مصادر المعماري يستوحي منها افكار. والله الشباب بيسالوا اسئله اجاباتها في كتب. عايزين الملخص اول. طيب والله هو كان زمان احنا كنا الافكار دي المعماري كان بيقعد مع نفسه كده يمخمخ ويجيب الفكره. بعد كده الدنيا اتطورت شويه بقى بيجيت انسباير من حاجه. يعني مثلا بعمل ديزاين لمصنع فممكن اتخيل السياره في المستقبل شكلها ايه مثلا، او الاندستريال ريفوليوشن في المستقبل شكلها ايه، والديزاين المصنع بشكله كده بحيث ان هو يبقى انسباير من الفيوتشر مثلا. يعني بعد كده الدنيا اتطورت شويه وبقت الناس بتعتمد على مثلا حاجات بيئيه. بعد كده بقت شويه الموضوع ليه علاقه بالسستينابيلتي والانفايرمنت عشان يلحقوا الكوكب قبل ما ينهار يعني. بعد كده الدنيا اتطورت اكتر فدخلت فيها فكره البايوميميكي بقى، وان انا اميميك حاجه. فبدا مثلا يشوف فراشه فيشوف الاستراكشر بتاعها عامل ازاي زي انسباير منها، يشوف ورده يشوف الاستراكشر بتاعها زي انسباير منها، زي المبنى اللي هو عامل زي الاناناسيه اللي عامله نورمان ميستر ده ما شاء الله. مثلا يعني هنفترض ان هو كان شاف اناناسيه وعجبته فجات له منها الفكره. يعني طبعا انا بهزر بقى، انا هقول لك مثال بسيط الناس كده في فكره ان انا بميمك. فان انا ميمك دي مش بس بالشكل، ان انا ميمك بقت كمان انشائيا. يعني مثلا الريسيرش بتاعي الحالي اللي انا شغال فيه ويمكن شغال فيه زي الناس بتوع اميبا
وكان لهم ابلكيشنز كتيره فيها فلوس كتير في 2019 اللي فات ده على طول. كانوا عاملين حاجات ميتال برينتنج مثلا وحاجات بلاستيك برينتنج جايه على فكره البايومانتري من فكره السوار انتليجنس بتاع الحشرات وهي بتركب الطين على بعض. حاجه معقده كده في علاقه بالنمله والطين وعيشه النمله المهربه والطين. هي الفكره ان هو مش بس ياخد الفكره كشكل، ده ممكن ياخد الفكره في طريقه التنفيذ، ده ممكن ياخد الفكره في نوع الماتيريال، وممكن ياخد الفكره في علاقه المكن ببعضه. يعني بدل ما انا بستخدم روبوت واحد ممكن استخدم اثنين يبقى في كولابريشن، فالروبوت ده بيتكلم الروبوت ده سواء ده بيتكلم الماتيريال ده رؤيه مبسطه او ان ده وده بيحطوا مع بعض بس ما تقطعوش عشان ما تحصلش مشكله وهكذا. يعني الموضوع كبير بس يعني ده في تلخيص كده يعني. تمام تمام ما شاء الله. طيب هو في سؤال حضرتك جاوبت عليه تمام، اللي هو هل ممكن نربط برامج البيم ببرامج التصميم بالبارامتري وده هيبقى مهم بالنسبه لنا؟ هل نقدر نربط البيم ببرامج التصميم البارامتري؟ لازم يعني انا الناس اللي هي والله انا بشجع اي حد بيشتغل ريبت يتعلم داينو، واي حد بيشتغل راينو يتعلم جرافيك. هو في خلينا ناخد دي فرصه نتكلم نقطه مهمه قوي، نوجه رساله الى المجتمع بتاعنا العربي يعني، وخلينا نقتدي بشيخنا ربنا الله يرحمه الشيخ الشعراوي. ساله الشعراوي انت ليه ما ظهرتش الا وانت كبير؟ قال لهم عشان كنت بتعلم. الشعراوي ما طلعش للناس يست فيهم الا لما اتعلم. تمام. ده بس ليه انا بقول المثال البسيط ده؟ ان الناس بيبقى اتعلم برنامج امبارح بالليل ويطلع يقول يلا بينا نتكلم في المجال بتاع كيف تعمل مكرونه بشاميل. ان شاء الله. طب هو لسه متعلم يعمل مكرونه بشاميل امبارح بالليل؟ ويجي النهارده بيعلم الناس يعمل مكرونه بشاميل. فيعني ده مع الوقت هيبقى ليه انعكاس سيء جدا على المجتمع المعماريين بخصوصهم الشباب الصغيرين. ليه؟ لان هو هياخد معلومه مش اكيده مش حقيقيه ما استوتش عند المدرس بتاع الابتدائي، وما المدرس بتاعه ده اصلا ما يعرفلهاش ابلكيشن اساسا، فهيبقى عنده معتقدات خاطئه مع الوقت هيبدا ينقلها. واحنا عارفين الفيديو الشهير بتاع ان انا قلت لك كلمه انت نقلتها لواحد نقلها لواحد بعد 100 واحد هتبقى حاجه ثانيه خالص. ممكن كنت بقول لك هات قلم وكتب وقرر واحد حاجه كده. فخلينا نرجع ثاني للظهر، الناس محتاجة تتعلم طبعا، بس يعني يا ريت تتحقق من هي بتتعلم ايه، والناس اللي بتعلم يا ريت تراعي ضميرها رب يعني لله، يعني في الناس اللي بتتعلم منها وتبقى حقيقية. يعني لازم اتعلم من حد ذا ثقة. عندنا طبعا ابطال كتير في مصر نتعلم منهم. سامحني طبعا ان انا اتفرعت من الموضوع لان دي نقطه مهمه جدا جدا. في حد كلمني من الزملاء من فتره ياخد رايي ازاي يعمل ورشه في مجال اكس واي زد. فسالته انت بتشتغل بقالك قد ايه؟ قال لي بقالي سنه. قلت له لا ما تعملش ورشه. وبصراحه طلع راجل محترم جدا، ان هو قال لي خلاص انا مش هعمل الا لما ابقى زي ما انت قلت بقالي خمس سنين بقى اربع سنين. طبعا مش بقالت وقت معين، بس يعني لازم ابقى جربت الحاجه وحضنتها وبقيت بفكر فيها عشان لما اجي اعلم الناس ما بوظش الدنيا. يعني ده نقطه مهمه. فالناس تتعلم ريفت تتعلم الناس تتعلم رايز تتعلم رسمه، بس يعني يا ريت تنطبق اللي بتتعلم منهم. عندنا ابطال وعندنا ناس بتحاول، فاللي بيحاول يقل شويه عشان طبعا في ناس واخداها مهنه مفيش مشكله، بس ما يبقاش لو اتسال على الاقل يقول مش عارف. يعني حضرتك لما سالتني بقالي 11 سنه شغال في البرنامج، وبقالي 7 سنين بعمل ريسيرش في الموضوع، وبقالي 5 سنين في امريكيه، وبقول لك هبعت لك الريفرنس. فمش عيب ان انا مش فاكر اسم المعماري او اسم الطفوله او اسم الكتاب اقول لك هبعته لك، بس عيب ان انا جوه. يعني انت سألتني عن كمبيوتر ديزاين وقلت لك بس قلت لك مين اهلا النقطه دي دكتور ما فيش شيء مثلا. يعني ده عمره ما يطلع جيل مش عارف، لكن الناس اللي مش عارفه وبتهبط عندنا منهم كتير دايما واثق الناس. يعني ده نلتمسه من الناس يعني. ما شاء الله. بمناسبه سؤال حضرتك هو نصف العلم لا اعلم.
يعني كان الامام مالك سئل تقريبا عن 30 مساله تقريبا جاوب فيهم كلهم لا اعلم. ف ويعني كان في مثل كده بعدين حضرتك كان اسمه يعني طبعا يعني ده في مثل اسمه تذببت وانت حصرم، يعني هو يعني الحصرم اللي هو العنب اللي لسه مستواش، فهو تصدى وبقى عمل نفسه زبيب، والزبيب ده المفروض بعد ما العنب يكبر ويبقى كبير يبدا يحوله لزبيب يكون فيه ميه على العنب. والله وزي ما قلت لحضرتك يعني كده انا واحد الناس بحاول، يعني كنت الاول مش هكذب برضه، يعني انا ايه اخذتني نزعه الشباب، يعني كنت اقعد اكتب بقى ان كينج افريقيا والكلام الفارغ ده، قعدت فتره عامل الكلام بتاع العيال ده. بس يعني مع الوقت حسيت ان الكلام ده مش صح، احنا كلنا فقراء، يعني الناس اللي عندها العلم فعلا بتشينا اصلا، الناس هناك، الناس اللي هناك دي بتشتغل على طول. فالمهم يعني ان احنا عشان نوصل للغرب نوصله ده محتاجين نتشارك العلوم، يعني احنا عندنا هنا في مصر ابطال حقيقي، في علماء، والعلماء دول ما حدش يعرف عنهم حاجه وفي مجالاتنا احنا، يعني انا ليا زميل شغال معايا في البحث بتاعي بتاع الامريكيه اسلام عبقري يعني ما شاء الله عليه، وعمره ما طلع قال انا بشتغل ليه اصلا، معروف في الكوميونتي بتاعه بس، على العكس ممكن يبقى عيل صغير متخرج امبارح بالليل وداير يقول يا جدعان ده انا الاله بتاعنا. طبعا يعني خلينا نقول ان احنا خلينا نتشارك، اللي عمل حاجه يساعد غيره. يعني الحمد لله بفضل ربنا في ناس كتيره قوي بتاخد رايي وبتتابع معايا، اساتذه ودكاتره وطلبه ماجستير وطلبه دكتوراه، وانا يعني سعيد لله، يعني لسه حتى الدكتوراه بتاعتي ما خلصتهاش، وبساعدهم على قد ما اقدر، وانا مش مستفيد حاجه بس عشان نلتقي. يمكن في ناس انا علمتها فعلا عدتني، يعني النهارده بقت اشطر مني، يعني ناس انا علمتها النهارده، يعني في طالب حضر عندي في يو تي دبليو ما شاء الله عليه شغال في شنغهاي بقى له 4 سنين ولا 3 سنين، وغيره شغال في دبي وغيره شغال في انجلترا وما الى ذلك. احنا يعني خلينا نقول ان احنا زي ما اساتذتنا دكتور شريف بيقول لي علمه، ودكتور هشام جابر استاذ ودكتور يمن قال لي، دكتور رضا عبد الله ربنا يديله الصحه والعمر يمن قال لي، احنا هننقل وننقل كلنا لبعض زي ما حضرتك اللي كنا بيت وكل كله استوديوهاتك كان كتير، الكم المهول الزخم العلمي الرهيب اللي انت بتسويه، الناس كلها تحاول ان هي تتشارك العلم بتاعها نتطور، لكن كل واحد فاكر ان هو اخترع العجله، واحنا للاسف كلنا شاركين العجله بنصين عمرنا ما هنتطور. يعني انا بحاول اشير افكاري، هي افكار لا مظبوط يا دكتور، احنا كلنا نجتهد نتحقق علميا من المصادر بتاعتنا، واللي بيعرف الحاجه يقولها، ما بيعرفش يقول احنا. وفي نقطه ثانيه بالمناسبه، يعني خلينا نستغل هذه الفرصه العظيمه، تمام. انا كنت في بي سي، انا اثرت النقطه دي، انا كنت في بي سي من كام شهر مع استاذتنا دكتوره ايناس، كنت في بي سي من كام شهر بنتكلم على فكره ليرنينج فور ايفري ون، وكان لقاء طويل قوي، يعني في نقطة كبيرة قوي إن الجامعات الحكومية الدكاترة بتحارب التطور في العلم، دي كارثة كارثة مش عارف ليه، وخاصة الجامعات الحكومية الدكاترة بتحارب العلم، معرفش إيه، عايزين الناس يتخرطوا بالمخرطة ويقعدوا كلهم بنفس الدماغ. أنا كنت وأنا في الكلية في جامعة القاهرة وأنا طالب، كان في دكتور يعني بدون ذكر أسامي هنجتهد إن لساني ما يتعثرش في اسمه، يعني من الآلهة في جامعة القاهرة، يعني فهذا الإله استغفر الله العظيم كان طبعا دايما كده يعني روقني. عشان انا بحاول ان انا اتعلم الزعه دي، وقد يصل امر ان هو مره قال لي انت معقد يا ابني محتاج تتعلم، انت قال لي انت لفظيا انت متخلف ومعقد نفسيا وروح اتعلم، مع ان انا كل مشاريع بفضل الله بتجي فيها امتياز، احنا عندنا مشروع زي ما انت فيه امتياز، معانا مشروع واحد بس عشان الامانه العلميه بقى كان من اعمار راسك المهم. المهم كنت بكلمه بقى على فكره وقتها على حضائر بابل المعلقه زي ما افتكرونا احنا دلوقتي، بسبب النظر يعني، نرجع للموضوع. فكان رافض فكره ان انا استخدم طرق غريبه واعمل حاجات مجنونه، انت بتعمل كنافه وحاجات غريبه كده. المهم في مشروع التخرج بتاعي ربنا اكرمني من المحكم الخارجي كان استاذنا واستاذي دكتور شريف مراد، ده رزق والله، ان هو كان المحكم الخارجي بتاعه، كان سبب ان الكليه عملوا لي جواب اعتذار رسمي من الكليه اللي حصل فيا في اخر سنه، وعدلوا كل اعمال السنه بتاعتي بحيث ان انا حتى مشروع التخرج يعني
الحمد لله كنت اشتغل من ريكورد في المعرض الكليه وما الى ذلك. يعني ده تجربه نقلتها وخطفت دكاتره من اللي حاربوني وانا في الكليه عشان بشتغل في الكورس دي. مش هقول ان انا خدوم 8 9 كام ده من 11 سنه يعني ما كانش في اصلا رايم بتراك. كنت بفتح جوجل واكتب تشاينيز سيرش انجن وادور بالصيني واترجم على رايم بالصيني قصه كده. طبعا الكلام كله ده كلام غلط اصلا يعني ممكن تشتري رايم دلوقتي بس زمان اياميها كنت لسه ما اقدرش. المهم انيوي كانت غلطه برضه ان انا للناس بتوع المكنين اللي اسسوا الكلام في برشلونه يعرفوني شخصيا طبعا هي كنا غلطانين يعني شريف. المهم يعني بتحاول طيب يا دكتور. طب دلوقتي احنا مثلا صممنا شكل معقد او شكل فيه تفاصيل معينه على مثلا الراينو بالجراس هوبر بالحاجات ديت، هل هنقدر ننفذه؟ والله اي حاجه في الدنيا بتتنفذ. يعني انا شخصيا يعني فستين جربنا، يقوتا جربنا، مباني معماريه جربنا. زي ما بقول لحضرتك جربنا في الاوبرا وكنا خلاص وصلنا للديل. يعني انا اديتهم كوتيشن يعني عملنا اكستراكشن والراجل اللي هو تي بي سي ده وافق على الطريقه اللي هننفذ فيها وكنا خلاص هنصنع. بس في حد كده يعني مش كده هو اللي وقع ولا جه واحد اجنبي مره ثانيه دلوقتي حالي المشروع الثاني اللي بكلم سيادتك عليه ده اللي هيتصنع ان شاء الله في مصر بالمدن احتمال كبير يتنفذ. وامثله ثانيه كثيره بقى شاركت فيها زملاء بره مصر يعني في التصنيع. خلينا نسال السؤال اللي حضرتك سالته ثاني، اي حاجه تتنفذ؟ لان انا عشان اقول الحاجه دي تتنفذ ففي حته كده في النص بعدي عليها ان انا براشنلايز السيرفس ده. فانا عندي السيرفس عشان اقدر اقول اصنعه، فالاول حاجه بعملها بشوف الاسيتس اللي عندي، ايه المكن اللي موجود؟ عندي سي دي سي في مصر، عندي ليزر كتر بس ما عنديش حاجه ثانيه حلوه. بشوف الديزاين بتاعي ازاي اقدر اصنعه بالمكن ده، ففي الحاله دي الديزاين ده الشكل بيتغير شويه، هيتحول لبلانر سيرفس زي ما بيقولوا هيبقى مثلث سايد مثلا. طب هل هو هيبقى ترانسبيرنت؟ هيبقى فيه مولينز يلوك الحاجات دي ببعض ولا هيبقى متل ويتطبق ويتدبس في بعضه؟ ولا هيبقى برنتد تايلز وفيها زي تانجن جروف كده عشو معشو زي الابواب بتاعتنا خشب بتاعتها في بعض ولا المهم انا عندي مكنه بناء عليها بقوعين تطوير التصميم بتاعي ان ينفع يتصنع بالمكنه دي واروح اصنعها. اي حاجه بتتنفع ينفع تتصنع بس قد ايه بقى كام في الميه من شكلها ده بناء على الاسيت الموجود عندي في المكان اللي هصنع فيه والكوست. طبعا انا ممكن اعمل حاجه ولا اروح اصنعها في امريكا اعمل البانلز واروح الصين اركبها في الشاشات واجيبها في مصر اعملها بميزانيه مصر اللي انا جاي اصلا. طب التنفيذ دوت هل هو مرتبط بمواد معينه ولا اي ماده؟ يعني والله انا فكره التنفيذ دي انا استخدمتها في الجواب اللي انا عملته بتاع المتن، ان انا لو عايز اصنع سطح من المعدن السطح المعدني ده لو انا افترضت ان انا هحوله كله لمثلثات فالمثلث ده طالع له زي اطراف كده، اي مثلث في الدنيا طالع له زي تشنيبه من الطرف بتاعه هتتطبق من الاربع جوانب والثلاث جوانب وتركبه جنب بعض ويتدبسوا. يعني بتعمل اي حاجه مش شرط مثلث بس احنا يعني هنقول ان اي بلانر سيرفيس ما اقدرش اقول ان هو 100% بلانر الا لو كان مثلث. ليه؟ لان انا لو عندي نقطه هي نقطه، نقطتين يعني خط مستقيم، النقطه الثالثه يعني بلين. بلين ده يعني بلانر ملوك ما ينفعش افكر في اي حاجه ثانيه، لو نقطه رابعه ممكن تبقى فيها بند في السيرفيس. عشان اتاكد ان هو بلانر سيرفيس لازم يبقى مثلث، فخلينا نلاقي حاجه متشنبه وتتدبس هتبقى مثلث عشان ميك شور ان هي توتالي بلانر. لا احنا بنتكلم على بلانر سيرفيس، احنا مش بنتكلم على بلانر سيرفيس فما بقاش كان رئيسي ان هي تبقى متشنبه. لان هي لو انا عندي تكنولوجي ان انا اعمل سيرفس بندد دبل كيرفد متل فانا ممكن اروح يبقى في روبوت ماسكه بالفاكيوم وحاطه جنب اخوه وروبوت تاني كولابريتيف معاه وبيلحمه وريل تايم مش محتاج اكون اصلا. يعني بحاول اتكلم من المستقبل يعني ان شاء الله. طب ايه الاجهزه اللي احنا ممكن نستخدمها في موضوع التنفيذ؟ الاجهزه سالني اسئله من هنا
خلينا بقى ايه، بما انه عايز اسال السؤال ده نستغل الفرصه. حكي محمود حسن بيقول ده استغل الفرص زي ما الناس تقول. احنا عندنا في مصر شباب من المعماريين فيها ناس جمال، يعني في اخ عزيز لي انا بحبه جدا 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 جدا، ممكن اقول جدا ليه السنتين قدام، دكتور ماجد زابو بتاع طنطا. ماجد زابو من الناس اللي نفسه يعمل حاجه. فماجد زابو ده انا بذكر اسمه وهنميزه لان هو اول مره عملنا ليرنينج فور ايفري وان كان مع ماجد زابو. طبعا يعني اقتراح وتوجيه من اخونا العزيز انس حسني صديق العظيم، يعني هو طالب دكتوراه في انجلترا ان شاء الله يبقى موظف قريب يعني يبقى دكتور ما شاء الله. المهم يعني دكتور ماجد زابو اول حد عملنا معاه ليرنينج فور ايفري وان. ماجد زابو كلمني من كام يوم ان شاء الله هيوفقه ان شاء الله نتمنى يعني، ويشتري روبوت كار في طنطا، في روبوت كار عين شمس مع دكتوره غاده ودكتور احمد حسين ودكتور محمد سليم واساتذتنا برضه عاملين في الكورسز يشتروا روبوتيك ارم. تيجي في الاكاديميه البحريه هتشتري روبوتيك ارم عندنا دعم كافي كتير، هنشتري تاني. جامعه القاهره فين؟ يعني انا خريج جامعه القاهره. انا يعني طبعا دكتور رضا عبد الله استاذي من الناس الرائعين اللي هو فعليا دكتور رضا عبد الله بيعمل المستحيل عشان يفتح حته كده في جامعه القاهره ندخل فيها تكنولوجيا البناء من بتاعتي انا اللي هي الجديده مش بتاعتي انا، يعني حمار بيحاول بس اقصد يعني بتاعت الكوكب يعني اللي هي فكره التصنيع والمكن والادوات وهكذا يعني. ولذلك حتى ليرني كوريب رون في جامعه القاهره احنا رحنا عملنا الورش هناك اربع خمس مرات مع دكتور رضا عبد الله، يعني بقى لنا كتير يعني عملناها مرتين ثلاثه في 2018 ومرتين ثلاثه في 2019 وهنعملها الى ما لا نهايه ربنا يديله الصحه لدكتور عمرو بيجي في مادته ويقول احنا النهارده وبكره وبعد في ساعه في الحصه مش هنشتغل من دون حسب يعلم الناس. انا ما عنديش مشكله اشتغل ببلاش واشرح ببلاش في اي جامعه حكومه، وعشان اقول لحضرتك مش في مصر بس، انا اي جامعه حكوميه في الوطن العربي كله ما عنديش مشكله اشرح ببلاش. بس طبعا لو هي خارج مصر هيتكفلوا بالطيران والاقامه. صحيح بمعنى اقل حاجه. بس في مصر انا ممكن اشيل التكاليف كامله ما عنديش اي مشكله. الناس يعني هو ربنا رزقنا بالعلم ده مش عشان نعينه، فواجب علينا ان نشكره يعني، وكل ما نشكره ربنا يسلم علينا. ف يعني ما كان انصح الناس انها تشتري روبوتك ارم. طب ليه نشتري روبوتك ارم؟ روبوتك ارم ده دراع، الدراع البسيط ده مكنه تقدر انها تتحرك في اتجاهات كثيره، بيركب عليها قطع تقدر تعمل طباعه، طباعه ثلاثيه الابعاد دي يعني في منها بلاستيك او بينت كلاي سيراميك بتبدا ان هي تنزله في الطبقات على بعض. في منها ميتال بتبدا ان هي كانها زي الراجل بتاع الحديد اللحام بيلحم الطبقات على بعض. ممكن اركب فيه حاجات تمسك الحديد اللي بتبدا فيه، ممكن ان هي تبدا تشيل حاجات وتنقلها، يعني في استخدامات كتيره. استخدم واحد يعمل ده لوحده، استخدم اثنين واحد يناول الثاني الماتيريال، استخدم اثنين يعملوا مع بعض من غير ما تقاطعوا، يعني في استخدامات كتير قوي. وعين شمس عندهم اصلا اوريدي في قسم ميكانيكا، ويعني في جامعات كتير في مصر بتحاول انها تشتري، وفي جامعات الدكاتره بتاعتها مش عايزه تعلم حتى الشباب يعني. يمكن السبب ان انا قلت ان انا هتحمل تكاليف انتقالاتي واقامتي وكل حاجه في جامعه من الجامعات حكوميه، وده كان موقف سيء جدا الصراحه. اسوان؟ ان السيد عميد الكليه بمصر اسماء اتصل بيا يقول لي يا باشمهندس كتير على ميزانيه القسم 500 جنيه انتقالاتك بالنسبه للجامعه عشان تعمل ورشه اللي هي ببلاش. قلت له طبعا حاجه محرجه جدا يعني. حاجه محرجه جدا. المهم يعني فكان اقول ان هي كانت سبب النهارده انا اقول ان انا ممكن اتحمل تكاليف عادي. ويعني في حادثه في بني سويس، دكتوره ريهان سوي عملنا مؤتمر في جامعه بني سويس، هندعو ليه من دلوقتي لان هي دكتوره ريهان حد رائع. ما شاء الله ما شاء الله متابعها على الفيس. وانا كنت اقترحت عليها ان احنا نعمل معاها ورش في المؤتمر بتاعها، و الورش دي هتبقى مدفوعه الاجر اول مره بحيث ان هي تجيب فلوس في المرات اللي بعد كده هي تصرف على فكره ال $1000 اللي انا كنت بقول لحضرتك عليها.
بحيث ان احنا يعني انا هحاول ان شاء الله ان لم نوصف لم سيتي تبغيرها، بس لما نيجي ندي المنحة للناس اللي هي المكافأة الالف دولار او الفين او ثلاثة لشخص او اثنين او ثلاثة او عشرة زي ما ربنا يفتح علينا، يعني هتبقى في حاجة بتحصل في الصعيد بعيدة عن القاهرة عشان تبقى مش مع المركزية، تبقى مع ما توصل للناس اللي هي فعلا بتتعب وهي اصلا يدوم قادرة ان هي تحاول. وطبعا لو حد شغال في اي ريسيرش او اي حاجه ومحتاج سادس فايت تبعته اللي عايز يبعت تاني احنا تحت امره، لو احنا نعرف نساعده هنقدر، ما نقدرش هنشوف حد يساعد هنوجهه. ويمكن في مهندسه ريان احمد عبد الوهاب يعني شريكتي، احنا دايما مع بعض بنحاول ان احنا كمان لو في مجال الانفايرمنت في مجال الاربن نربط الكومبيتيشنال تول سواء راين او جرافور مع الانفايرمنتال اسبيكت او مع الاربن اسبيكت وغيره، بحيث ان احنا نبقى مغطيين الفابريكيشن، مغطيين الكومبيتيشنال ديزاين، مغطيين الانفايرمنتال اوبتمايزيشن، مغطيين الاربن اوبتمايزيشن او الكومبيتيشنال اربن ديزاين والكومبيتيشنال اربن ديزاين على الانفايرمنتال اسبيكت، يعني كل ما هو له علاقه بالانفايرمنت بالاربن بالفابريكيشن بالديجيتال ديزاين كومبيتيشنال ديزاين، احنا نقدر ندي سبورت لمحتاج حاجه من تحت امره، ونقدر نعتبر ان بين ريميا هي اللي تشانل وانت احنا وكل الناس اللي عايز حاجه بعد ما يجي عند امره. وحتى في التكتيز نبدا ان احنا لو الناس ممكن تشارك الناس تسمع وتتعلم عند امره. جزاكم الله كل خير يا دكتور. طب انا عندي سؤال بس، هل المعماري محتاج ان هو يتعلم كل الكلام دوت اللي حضرتك بتقوله خاص بالفابريكيشن وخاص بالبرامتر والخاص بالحاجات ديت، ولو هو محتاجه ده محتاجه في التعليم الجامعي ولا في الدراسات العليا؟ هو طبعا المعماري محتاج كل الكلام، as much as you can تبدا بدري جدا، مهم جدا، لان انت كل ما تبدا بدري هتبقى هاي السكيل، والعشبك لما تتخرج تاخد القرار انك تستخدم الكول تبقى انت جاهز. تمام. يعني انا مره حد سالني من جامعه القاهره بيعمل الدراسات العليا بتاعته حاجه ليها علاقه بالديجيتال فابريكيشن، لقيته بيتكلم على الديجيتال فابريكيشن علاقتها بالتعليم، ما لقيتش ثاني علاقه الديجيتال فابريكيشن بالتعليم، يعني انا بالنسبه لي فهمتهاش قوي يعني. زي نتيجة يعني شوية ناس لو بدأت بدري بتبقى قادرة ان هي يعني تزق من الفكرة، يعني مثلا لما حضرتك تيجي تعرض عليا مبنى تقول عايزين نصنع ده، فأنا عشان بقالي سنين بحاول فبقدر ان انا اقعد افكر فبيجي لي افكار ابدا اروح ادرسها، يعني اقدر ان انا بديت انسبير في الطريق الصح اللي انا اروح ادرسها وشوف المكان شوف الخامة طريقة التصنيع هكلم مين انشاء يساعدني، خلاص انا عارف الناس بره مين بتاع البلوجن الفلاني اللي عنده اصلا مين يقول نعمل ايه، يعني تقدر نطلع حاجه. لكن اللي هو اللي لسه متعلم فيه جديد قوي ده مش هيقدر ان هو يوصل لحاجه. ولذلك انا لما باجي اعمل ورش بتاعتنا لما الناس بتتكلمني من زملائنا الساده اللي هم اعضاء هيئات التدريس في الجامعات، ويجي مثلا ياخد راي يقول لي انا عايز اشتغل في البحث الفلاني او ادرس في مش عارف ايه وهكذا، بقول له الورشه العاديه اللي هي ال 30 ساعه دي مش هتبقى كفايه، لان ال 30 ساعه دي انا بس هحطك على الطريق، دي اساسا لطالب معاه سنتين ثلاثه يتعلم. فالناس اللي هي الكبيره دي هيبقى محتاج يجيب واحد يقعد معاه 1 تو 1 ينقل الورشه بتاعته، ده كوست معاه. طب وليه؟ ممكن ابدا وانا صغير وافتح لنفسي البوسبيلتي لما اتفرج عايز التصنيع المعماري، يعني هي كل من هو خلينا طب خلينا نرجع بالزمن ورا شويه. المهندسه ريام اللي انا ايه جبت اسمها من شويه دي كانت شغاله في شركه اسمها فوكس. فوكس دي كانت بتعمل ايه؟ كانت بتعمل كوردينيشن، كانت كوكب الارض شغال اوتوكاد، ناس تعمل ديزاين، ناس شغاله اقسام ميكانيكا وكهرباء وانشائي وتونس الكبير دي، وكل ما في الامر ان فوكس بيشوف الحاجات دي مع بعض والدنيا ماشيه ولا مش ماشيه والكلاشات فين ويبدا يصلح. طب لما الاوتو كاد اختفى فوكس قفل. تمام. لما بقى في حاجه اسمها ريفو فوكس قفلت اصلا، شركه بالكامل قفلت. تمام. فمتخيل مع الوقت لو الروبوتات بقت بتصنع والروبوتات بتركب والروبوتات بتجمع المهندسين ممكن تبقى بترسم بس، طب افرض بقى في ماشين ليرنينج وارتفيشال انتليجنس وارتكشرال انتليجنس وبقت الماشين ليرنينج دخل في الارتكشرال انتليجنس وكلهم بيكلموا بعض، البني ادم ممكن ما بيخش يقول له اديني عماره سكنيه في شارع 9 تقاطع 10
اول بيتس 1 2 3، وراي الماشين ليرنينج الديزاين افيشن ترين اللي عندنا ده يوصف الديزاين بتاعك. ساعتها المعماري هيبقى بيشرح شيشه في المهندسين، مش هيبقى بيعمل سنه ساعتها ممكن فعلا المهنه تنقرض، دي كارثه يعني. بس ولذلك انا سالت سؤال في ديجيتال فيوتشرز عشان الناس النقطه دي، ما كنتش شنغهاي، كانوا جايبين باتريك شوماخر بقى و واسامي تاني ودكتور فيليب ودكتور ميتي اكسي وناس كبيره، انا للاسف اسامي مش حاضره في ذهني دلوقتي، بس ناس كبيره قوي يعني في مجال الاركتكتشر يعني من العظماء في كل الجامعات من استراليا وامريكا واوروبا ولندن كله يعني. المهم فكانوا بيتكلموا على الاركتكتشر انتليجنس، الارتفيشال انتليجنس، الماشين ليرنينج. فكان يتكلم انك تروح تعمل زي كل واحد معماري يروح يصمم عقل ذكي، ويروح يعمل شويه كود للعقل الذكي يبدا يحط بدايل ويديهم احسن تصميم، ويبدا ان هو يحفظ حلول واحد. فسالت طب احنا ليه كل واحد يرد نفسه؟ ما احنا نعمل عقل واحد وان ديزاين ارتفيشال برين ونوصله جوجل وهو يمتع نفسه من النت يعلم نفسه، انت بس تطلب منه هو يديني. خاف سكت شويه، كله سكت وهرب من السؤال، لان النقطه دي في سلسله افلام اللي هي بتاعت اللي هي يعني اسمها سكاي نت كانت فكرتها قايمه ان في روبوت، والروبوت ده عقل اصطناعي اتوصل بالنت اتعلم وعلم وبقى بيفكر بيفتح في البني ادمين يقول لك ده اخويا. فممكن ان مش هيقول لنا بقى احنا اخويا ويقتلنا، لان ممكن نحطه بس في الكمبيوتر بس، ممكن مع الوقت هو يعمل كل حاجه. وبالتالي لما كانوا عاملين اثنين بيكلموا بعض فيسبوك فلان ان هم طوروا اللغه فتفهمهم، لان هيتكلموا احنا ما نفهمش. لما جابوا وغيره فممكن زي ما طوروا اللغه يتكلموا بقى احنا ما نفهمش، فممكن يطوروا مخ يروح يصمم مباني. يعني انا لو اديته الوعي بتاع زاحة دي وجابهم فوسطه وغيره 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 بالاحتمالات اللي هم فكروا بيها، طبعا ممكن تطلع حلول، ويبقى احنا كده متفرجين او ناس بتاعت سيريس، وطبعا ممكن هم كمان يبقوا شايفين كريتيك على نفسهم. انا مش عارف احنا ممكن نبقى مش موجودين اصلا، هم عايشين لوحدهم. ده قائد مع فكره السستينابيلتي وازاي الطاقه تبقى سستينابيلتي، مش محتاجين بني ادمين يشغلوا المكن بقى وروبوتات بتصلح الروبوتات، والطاقه جايه من الشمس والهواء والميه والنهار والانهار، وهم عايشين يتكاثروا ويصنعوا الروبوتات واحنا مش موجودين اصلا. ممكن يبقى احنا على المريخ وهم الكوكب الارض بتاعهم. والله ده قائد بعد 200 سنه مثلا، ممكن اقل من كده، ممكن 10 سنين نلاقي ده. ربنا يستر. الله يكرمك. طب بالنسبه للعماره المستقبليه حضرتك متخيلها ازاي؟ هل شكل المباني ممكن ايه؟ العماره في المستقبل، هل حضرتك متخيل شكلها يبقى عامل ازاي؟ او هل ممكن احنا في يوم من الايام نسكن في المريخ مثلا والقمر والحتت ديت؟ انا اتخيل فكره اللوزيوم في سلسله افلام اسمها اللوزيوم، ولذلك لما هيكسر في سؤال قديم بتاع المعماريين فقسمتهم لك ثلاثه، واحد بتاع فيجن، واحد بيعمل حاجه تتصنع، واحد شغال في الباك جراوند بيحولها من تصميم لحاجه تتصنع. كانت مقابل الفيجن وطرقوا كل الاجابات دي، من ضمنها اللوزيوم. قال لك احنا ممكن تبقى سفينه مش على كوكب اصلا، مدينه طايره في الفضاء في اللا شيء يعني زيرو سبيس. فانا متخيل ان البني ادم ان الماتيريال اصلا او كل حاجه في الدنيا عباره عن بيقولوا نظريه الاوتار المتوقفه، فالماتيريال عباره عن اوتار باختلاف الترددات بيختلف مع الماتيريال. ولذلك ممكن الحديد يعدي جوه الورق، لان الترددات بتاعته تقدر تشكل ترددات الورق ده لو هنبص للدنيا من منظور ابعد بكثير يعني. فممكن العلم يوصل لطريقه ان احنا كترددات البني ادم ده، بس البني ادم ده لو بصينا له الزاويه يونيفرسال اكبر شويه، ان هو يبقى تعمله تليبورتيشن من مكان للتاني، وما نحتاجش اصلا ان احنا نقعد في اماكن المواصلات ووسائل الترانسبورتيشن. بالظبط، ما نركبش ميكروباص جامعه القاهره، لا ممكن
كده اروح هناك في الاوتيشن يعني ما اعرفش. الانتقال تاني كانوا عملوا طبعا. انا مش بحاول ان انا اهبد يعني. لو احنا يعني شويه بس انا بحس الثاني اللي بقى انفورمال. بس احنا لو رجعنا للتاريخ كان في احد الصحابه لما كان واقف على المنبر بيقول الخطبه بتاعته وجم الناس في الغزو اول ما المسلمين بداوا يكسبوا فطلعوا فنزل لما نزلوا من على الجبل يلحقوا شويه المكاسب فهو خد شافهم يعني ابصر بمشيئة ربنا سبحانه وتعالى فقال لهم يا سريعة الجبل فالناس دي سمعته فرجع التاني. يعني المهم الفكرة ان ممكن حاجة تتعامل صمها يعني الابليكابيلتي من وجهة نظري ابليكابل يعني من وجهة نظري انا بمرجعيتي الثقافية. بس طبعا احنا الطروحة بتاعتنا لازم تحترم كل الثقافات التانية. بس الثقافات التانية بيعملوا افلام تقول ان هم برضو مستبدلين الحاجات دي. بس تحت نتفلكس هتلاقي ملايين الموفيز اللي بتتكلم والدوكيومنتريز اللي بتتكلم على السوبر باورز والحاجات اللي هي مش متوقعه. هي في تجارب حصلت في روسيا في موضوع الانتقال الآني دوت بس كانت الاجسام الصلبه يعني كانت اي خلايا حيه كانت بتموت فالاجسام الصلبه كانت تنفع فيها. يعني حته صلب مثلا من مكان لمكان ده كان تم فعلا. والله احنا لو عايزين نتكلم في الموضوع ده احنا ممكن نعمل لقاء سيدي ده انا يعني انا ممكن في الحاجات دي اخد حضرتك لحد ما تتكروني او مت او مت وده الشرع بتاعي. لا 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 تقول كل اللي معانا في اللقاء. لا خلي ده لقاء خاص يعني ممكن نعمل لقاء ونسميه يعني ما ورائيات الذكية مش عارف يعني ما وراء الطبيعة الميتافيزيكية ما وراء الكون مثلا. يعني اللي أبده مش أحسن مننا بحاجة. الله يكرمك. مادام بنلبس فيجن مفيش مشكلة عشان بس الناس اللي كانوا بيقولوا لي حسن عمال يقول لنا الهبد والعلم مش العلم احنا دلوقتي بنلبس فيجن مش في علم. صح صح مشكلة يعني ما جاتش علينا ما دام في فيجن يهبدوا اولاد لكن في العلم ما تهبدوش. ده نوع من الخيال العلمي. احنا بنلبس في الفيجن الساينتفك ريسيرش قايم على ان واحد هبد في الفيجن وقال لك ما تيجي نشوف الهبل ده بيتعمل ولا لا راح قاعد يجرب طلعت معاه بقى حقيقه. هتهبس في التخيل هتهبس في العلم. لا 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 مفيش هبد في العلم ان شاء الله. يعني ده السلوجان بتاعنا النهارده هتهبس في العلم ما لا يعني اللي بيتكلم في العلم اما الدليل اما النقل او العقل. عقلي يجيب الادله العقليه نقلي يبقى ينقل من مرجع او ينقل من كتاب او حاجه زي كده. والله توفيق صراحه ان احنا ممكن المره الجايه اللي هنعمل الانترفيو كان عنده افكار ان شاء الله. يعني هنجتهد بقى نجوين هذا السباق يعني. ان شاء الله بس ان شاء الله بس. طيب بقول لحضرتك الموضوع ده بالنسبه العماره هل في رموز ممكن تبقى موجوده فيها؟ رموز انا بتكلم على رموز في رمز مثلا على سبيل المثال كان حسن فتحي رموز عن ايه؟ مثلا افكار صوفيه مثلا ان مثلا حد هيعمل المسجد في فكره صوفيه مثلا حاجه زي كده. والله يعني اكون حسب صوفي فطلعه من الاجابه دي عشان هيزوق الناس. خلينا نتكلم في اللي الناس تقدر تفهمه. والله يعني هي طبعا يعني خلينا ندي مثال واحد عشان ما نكترش عشان فعلا هشتت الكوكب انا لو اتكلمت في الحته دي. المثال المقصود او يعني لما عملوه كان قصدي او لا بس انا بالنسبه لي هو حاجه ممتازه يعني. مسجد السلطان حسن. جميل. لما تيجي داخل فانت اول ما تخش تلاقي نفسك دخلت زي اوضه. لما جيت تاخد شمال خش في حيطه انت مش فاهم ايه العبط اللي بيحصل. حيطه طرقه ضيقه جدا عاليه جدا وتغير اتجاه مش فاهم. دخلت يمين ايه ده برضه نفس البتاع ده بس طولت قوي مش فاهم فعلي قوي. ويمينك مره ده في شباك ايه ده في هواء ساقع دخل عليك ولقيت في منور ايه ده في هواء ساقع دخل عليك ايه ده في حاجه بتحصل. كنت داخل طرقه مقفوله مره واحده في هواء شايف بره بس مش عارف بره ده فين. مشيت قدام شويه في وشك حيطه مره واحده في شباك تاني منور تاني بصيت شمال ايه ده ايه ده مفاجاه بتاع كبير جدا اكبر صحن عظيم ضروري
ان الدكتور عند الصح يا لهوي حاجه عظيمه فراغ يونيفرسال جدا. انا اعتقد ان الهدف كان من التصميم بتاع المسلسل ده ان الناس اللي جايه طبعا اعتادوا زمان ان السوق حوالين الجامع فانا جاي من السوق يعني صباح ونص دنيا زي ما بيقولوا البلدي الدنيا تماما فانا داخل الجامع فالجامع ده لي فانكشن ملكي عايز احققها من خلال التصميم المالي بتاعي وده بيتجاوب على كلمه الفانكشن في زمان عايز احقق الفانكشن ملكي بتاع الجامع حاجه روحانيه جدا فعايز ابص للناس فدخلوا المجاز المنكسر ده مقطوع الضوء قليله هو سخن مره واحده الشباك ضربني الهواء الساقع شويه نور الفرسان تك 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 مره واحده دخلت فراغ عظيم هواء رهيب ممكن يطيرك الضوء رهيبه ارتفاعات مهوله صحن اضاءات بتاع انا فعلا اتخصصت ذهنيا دماغي اتبسطرت ادراك اتبسطر انا دخلت ذهنيا ادراك جديد انا في الجامع روحانيا تم اعدادي ان انا انفصلت عن اللي انا جاي منه من السوق وبقيت جوه الجامع دي حاجة أعتقد إن هي يعني أكثر حاجة تقول عن المرجعية الثقافية للمصمم. برضو في كنائس يعني طبعاً درسنا تاريخ عمارة أنا مش من متخصصين في تاريخ العمارة بس أنا دخلت كنائس زمان كانت مبنية على في بايرن بعض الحاجات القديمة أو إنك بتدخل وتنزل تحت ساعتها حلوة أوي كده يديك إحساس بالسبيرتشواليتي وإنك انفصلت وهنا المكان ده للناس اللي هي مركزة كانت روحانية يعني أنا حاسس حاجة برضه في الكنائس لحظة حاجة السقف أغلبه بيبقى عامل زي شكل مركب في بعض الكنائس بتلاقي السقف بتاعه على شكل بحس إن أنت تتخيل إن دي سفينة نوح دي حقيقة فالفكر او المرجعيه الروحانيه للتصميمات طبعا موجوده وانا كنت اتمنى ادخل حاجه زي السبع عشان ايام ما كانت شغاله يعني واشوف الناس دي كانت بتستخدم مكان زي ده ازاي يعني مكان تم تصميمه بس عشان ان هو يجنريت انرجي كايند اوف انرجي يعني نتفق او نختلف عليها او اتفق او اختلف عليها الناس ففي بعض المقالات العلميه اللي اثبتت استنتاجها نتيجه الايفنتات دي يعني الناس تقدر ترجع لابحاث دي عملها اجانب امريكان مش عرب بس يعني الموضوع كبير قوي الموضوع لا يمكن الناس تتكلم على الهرم نفس الكلام الاهرامات دي هي محاور للطاقه وفي ناس بتتكلم على بعض الاشكال اللي بتولد الطاقه زي اسمه دكتور ابراهيم اتكلمنا في الموضوع ده قبل كده المرجعيه انا اتصلت بالمكتب خدوا لي ميعاد انا هسافر كندا ما عنديش مشكله بس دي اتناقش انا هو فا طبعا المرجعيه الثقافيه للشعوب دي حاجه جميله والروحانيات دي حاجه جميله جدا يعني انا متذكر حاجه ما انساهاش يعني رائعه يعني موقف رائع يعني كنت قاعدين في المكتب فبدات مش انا من زملائنا المعماريين يعني في النقطه اللي حضرتك احد للبايرن الوطن كل حاجه كده بيقولها زميل قاعد مسيحي يعني بدانا عمال يتكلم فراح سال الفكر ده فصل فهم يعني فالثقافات الثانيه حتى متفهمه الحاجات دي يعني هو ميزها على طول لما بدا يسمعها فده دليل على ان الثقافات من زمان في انعكاسات روحانيه في ثقافات دول وبالتالي افكارهم المعماريه هي جايه من انعكاسات ثقافيه يعني ده طبيعي جدا وطبعا لو رحنا المانيا مش هنلاقي الكلام ده يعني ولا انا لسه قاري النهارده ريبورت عن معماري كان بيصمم مصنع لشركه دخان الراجل كان في الشرق الاوسط عجبه شكل الجامع اتعمل من مصنع على شكل جامع والمدخنه مئذنه وقصه كده راح المركز الاتحاد المعماري في المانيا فصل المعماري ده اصلا من الاتحاد قال له انت مالك انت كويس ولا سوق الله يرسلك جزاكم الله خيرا يا دكتور على الوقت الجميل دوت وربنا يكرمك ونتمنى حضرتك يبقى لنا لقاء تاني ان شاء الله وانا ان شاء الله هعمل تسليم اهالي الناس اللي عملوا الاسئله دي خلينا نقول الختام بتاعنا للكوميونتي ان انا كنت مكلم دكتور عمر ان شاء الله ان جيش اريبيا هي اللي هتنشر ابحاث الناس اللي الله يكرمك يا استاذ الله يكرمك او الالفين او الثلاثه ان شاء الله طبعا يعني
مش هننهي الناس الجايزه اللي موجود في ماليزيا. الله يكرمك يا دكتور، جزاك الله خير. انا بس كل اللي اتمناه من ربنا، انا بقالي سنه ناوي 100 ولا سنتين من 18 ولا 22 ده لسه ما اتحققش، بس ان شاء الله ما زال الدنيا طيبه ان شاء الله. ان شاء الله نتمنى قبل ما 2020 تعدي يكون على الناس. والله دورنا على ان الناس تساعد، بس حسينا ان هيبقى فيها كلام ولمط. لا لا هنعملها ان شاء الله، وبعد كده الورشه اللي هنعملها في المؤتمر هي الباور نفسها باذن الله يا دكتور. وخلينا الشرف ان احنا نتكلم مع حضرتك. الشرف ليا يا دكتور، الله يكرمك، جزاكم الله خيرا. وانا ان شاء الله هبعت لك اسامي الناس اللي ساعدوني في الاسئله، ان يعني الناس تعرفهم فابلغ عنهم اسلمهم ان شاء الله. ان شاء الله جزاكم الله خيرا. انا شكرا دكتور، الله يكرمك. السلام عليكم. وعليكم السلام. الله يكرمك.